نيويورك تايمز تكشف عن تدهور صحة خامنئي، ومقربون من المرشد يؤكدون أنه تحت المراقبة الطبية. صبحة الاقتحامات للبنوك تكر، المصارف تعلن الإقفال، المودعون يعلنون الحرب، والداخلية ستتصدى. وفي 19 نبحث هذا الملف مع جمعية المصارف وجمعية المودعين، وحوار خاص مع وزير الداخلية. مصادر الحدث تكشف عن مساع متواصلة للتقريب بين الصدريين والإطار، وإيران تحاول منع تجدد المواجهات خوفا على مصالحها. ضمن خاص الحدث نفتح ملف الاتفاق النووي داخل أروقة البيت الأبيض. واشنطن تبحث خيارات ما بعد الفشل، وبايدن يؤكد عدم التنازل لإيران. المرصد السوري يكشف عن تراجع تحركات الميليشيات الإيرانية في سوريا خوفا من ضربات إسرائيلية أو أمريكية. الرباعية تقدم مفتاح الحل، انفراجة في السودان عبر الحرية والتغيير لاختيار رئيس حكومة من الكفاءات غير حزبية. إلى حلقة جديدة من برنامج 19 تمتد على مدى ساعتين، نناقش فيها أهم أحداث اليوم، والبداية مما قالته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الأنباء حول تدهور صحة المرشد الإيراني تبدو حقيقية. ونقلت الصحيفة عن مقربين من خامنئي تأكيدهم أنه يخضع للمراقبة الطبية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن خامنئي ألغى كل اجتماعاته الأسبوع الماضي، منها لقاء سنوي هام مع مجلس خبراء القيادة. في الموازاة، أفادت تقارير وفيديوهات عن اعتداء القوات الأمنية الإيرانية وشن حملات اعتقالات واسعة على محتجين في طهران، وذلك إثر مقتل الشابة مهسا أميني نتيجة التعذيب الذي تلقته من قبل ما تسمى بشرطة الأخلاق. ووفقا للتقارير، ردد المتظاهرون شعارات ضد السلطة الإيرانية، كما هتفوا بشعارات الموت لخامنئي والموت للظلمة. اینجا بازی دعوای جدی داره میشه. We'll be right back.
ومن لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك أستاذ عارف إلى 9:10. بداية، هل لديكم أي معلومات إضافية عن ما يتم تناوله بشأن صحة المرشد خامنئي؟ البعض يقول بأنه خضع لجراحة الأسبوع الماضي والآن وضعه يتحسن ومستقر، والبعض الآخر يعني لا أدري ما صحة هذه الأنباء التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يقولون بأنه توفي. ما حقيقة ما يحدث؟ تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأفاضل. الواقع نحن لا يجب أن نأخذ عدة معطيات بعين الاعتبار لكي تتشكل لنا الصورة حول خامنئي. خامنئي يبلغ من العمر 83 عام، هو مواليد 1939، وبالتالي عمره الآن ربما يبلغ من العمر، وكذلك حالته الصحية خلال خطابات الثلاثة الماضية بدت متدهورة. هو لم يستطع أن يتحدث بلغة الأرقام كما اعتاد طوال 30 سنة الماضية. أخطأ عدة مرات بالخطابات الأخيرة كما ظهر في آخر سفرته إلى مشهد منهارا على قبر الإمام الرضا، وهذا ما فسر من قبل المتابعين إلى صحة خامنئي على أنها ربما تفسر على أنه يعاني من حالة صحية متدهورة قبل العملية التي أجريت إليه في الأمعاء. قبل هذا تداولت مجموعة من الأخبار حول تدهور صحته. نحن نعلم بأن عام 2014 أخضع إلى عملية سرطان البروستات، وتشير بعض الأخبار بأن هذا المرض الآن يعني أجهز على خامنئي، وأدى بأنه يعاني من حالة حرجة إن لم توفي بالفعل. طيب أستاذ عارف، يعني هل تعتقد بأنه يمكن أن يكون توفي ولكن تفضل السلطات الإيرانية التكتم على ذلك إلى حين تأمين بديل أو انتخاب مرشد آخر؟ هذا إحدى السيناريوهات، لكنما أيضا هنالك سيناريوهات أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. إحدى هذه السيناريوهات بأن ربما هذه الأخبار أيضا تتداول من خلال الأجهزة الأمنية الإيرانية لربما جس نبض الشارع، خاصة ونحن نعلم بأن خلال السنوات الماضية رفع عدة مرات شعار الموت لخامنئي، وهو الآن حتى أنه يرفع اليوم أستاذ عارف، وهناك تظاهرات في طهران كما نرى في هذا الخبر العاجل أسفل الشاشة، ويهتفون الموت لخامنئي. وطبعا أتى ذلك أو عزز هذه المظاهرات وأشعلها من جديد مقتل الناشطة على يد ما يسمى بشرطة الأخلاق بعد تعذيبها. نعم، بل هذا أيضا ممكن أن نضيف إلى هذه النقطة الخبر الذي أو الرسالة المهمة التي نشرها مير حسين موسوي قبل 3 أسابيع. مير حسين موسوي المرشح الفائز في الانتخابات 2009 والذي أبعد من قبل خامنئي، هو يعني له صلة غرابة بخامنئي ابن عمته، إضافة إلى أنه كان بالثمانينات رئيس وزراء لحكومة خامنئي عندما ما كان رئيسا للجمهورية، تحدث عن قرب تولي مجتبى خامنئي إلى منصب ولاية الفقيه، وهذا أيضا ممكن يكون داعم إلى هذه الفرضية بأنه يعاني من حالة صحية حرجة قد ربما أدت إلى إما يعني الآن هذا الخبر الذي يتداول، إما أنه الآن يعاني من حالة حرجة، وإما كما قلت توفي بالفعل. هل تعتقد بأنه في حال توفي سينفلت الشارع أكثر؟ بالفعل، يعني نحن لا ننسى بأن نظرية ولاية الفقيه نظرية طارئة على الفقه الشيعي أساسا، الفقه السياسي الشيعي، لكنما الخميني جاء بشرعية الثورة إلى هذا المنصب،
وخامنئي ربما جاء بشرعية الحرب والأجواء ربما الرومانسية التي أعقبت الحرب الإيرانية العراقية والمفاهيم مثل الشهادة والجهاد وهكذا. لكنما الآن لا يوجد أي منطلق شرعي يؤدي إلى أن يأتي البديل إلى خامنئي. أي بديل إلى خامنئي فاقد إلى هذه الشرعية، لذلك هنالك نظريات بديلة الآن يبحث عنها الحرس الثوري ومجلس الخبراء، منها شور الفقهاء بدل ولاية الفقيه، وكذلك هنالك عدة نظريات وعدة فرضيات يعدها النظام الإيراني. شكرا جزيلا لك، الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا لك. ظاهرة اقتحام المصارف تعم لبنان وتتكرر ليس كل يوم بل في كل ساعة، حيث شهدت الساعات الأخيرة اقتحامات كثيرة لعدد من المصارف في مناطق مختلفة. بدأت صباحا باقتحام بنك بيبلوس في صيدا من جانب المودع محمد قرقماز ووالده، واحتجزا عددا من الأشخاص بواسطة مسدس اتضح لاحقا أنه بلاستيكي، وتمكن محمد من سحب أمواله المقدرة $19,000 ثم سلم نفسه للأمن. أما العملية الثانية فكانت لفرع بنك لبنان والمهجر في طريق الجديدة في العاصمة بيروت، حيث اقتحمه المودع عبد الرحمن سوبرة مطالبا بوديعته التي تفوق $200,000، حيث تجمع سكان المنطقة في الخارج لمساندته. العملية الثالثة كانت لمصرف لبنان والخليج في الرمل البيضاء، حيث اقتحم أحد المودعين المصرف مطالبا بوديعته وهو يحمل بندقية صيد. الرابعة كانت لفرع البنك اللبناني الفرنسي على دوار الكفاءات، حيث اقتحم المودع البنك بمسدس أيضا وطالب بوديعته. أما عملية الاقتحام الخامسة كانت في بنك عودي في الشياح في ضاحية بيروت، والسادسة كانت لمصرف بلوم بنك فرع كونكورد. أما عملية الاقتحام السابعة فكانت لافتة كون المقتحم ملازم أول بالجيش اللبناني، وجاء إلى بنك البحر المتوسط في شحيم في جبل لبنان برفقة والدته وأطلق عيارين ناريين في الهواء مطالبا بوديعته. ومع توالي الاقتحامات أعلنت جمعية المصارف إقفال المصارف لثلاثة أيام ابتداء من الاثنين المقبل، استنكارا وشجبا للتطورات الأخيرة ولاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة. وأكدت الجمعية في تصريحات للحدث أن تعليق الإضراب مرتبط بأخذ تطمينات أمنية وقد يمتد لأكثر من ثلاثة أيام بحسب التطورات الأمنية. ومن داخل مصرف لبنان والمهجر، نقلت مراسلة الحدث أجواء المفاوضات بين المقتحم عبد الرحمن ورئيس مخابرات بيروت ومديرة المصرف والنائب أشرف ريفي، نتابع. عبد الرحمن بالإضافة إلى مديرة المصرف ونائب أشرف ريفي وثلاثة ضباط من شعبة المعلومات بالإضافة إلى رئيس مخابرات بيروت في الجيش اللبناني، مخابرات الجيش أيضا كلهم في الداخل، والمفاوضات تجري في هذه الغرفة الزجاجية التي نحن نقف على بابها بانتظار الانتهاء من عملية التفاوض لنعرف إلى ما آلت إليه هذه العملية. خارج على حالها، هناك أعداد كبيرة ما تزال متواجدة تنتظر انتهاء هذا الملف لمعرفة كيف ستكون النتيجة، ولكن الأعداد لا تزال كبيرة في الخارج، كلها حضرت للتضامن مع عبد الرحمن كما استمعنا إلى أحد أبناء المنطقة قال ما لي عبد الرحمن كيف كان يتعاطى مع أبناء البلدة وكيف الجميع يحبونه هنا، وعليه كان هذا التضامن الكبير معه من قبل أهالي البلدة الذين حضروا
مؤكدين على حقه. وفي موقع آخر نشر المودع محمد إسماعيل الموسوي فيديو اعترف فيه باقتحام البنك اللبناني الفرنسي في الكفاءات بمسدس بلاستيكي، واستطاع الحصول على كامل وديعته البالغة 20,000 دولار. أنا محمد إسماعيل الموسوي، أنا في لي وديعة بالبنك اللبناني الفرنسي فرع الحارة. بضع عادة بفرع الكفاءات هون لأنه قريبة على بيتي، كل مرة بنروح لعندهم بننزل وبيزلونا وبدنا مصرياتنا وما عم يعطونا إياهم وبيعطونا إياهم بالشهادة. أنا بيي كان بالدولة وصار معاش ولا شيء، ما عم يقبض شيء. أنا عندي عائلة، عندي مرة، عندي ولدان ومرتي خامل، جايليني ولد وما عم فيني وعايش عيشة فقير. لك أنتم فقريننا، أنا عايف حالي في حدا بدنا أدوية وبدنا 100 شغلة بهالبلد وقاعد لا شغلي ولا عملي، أنا عم بتفرج على أولادي ما عم يقدروا جيب لهم اللي بدهم اياه من ورا شو؟ من ورا مصرياتي معكم. من ورا مصرياتي، من ورا هالمنظومة السياسية العاطلة جدا، الله لا يسامحكم. أنا زلمة معلم معي ماجستير إدارة أعمال بحكي 5 لغات. أنا زلمة أنتم عم تنزعونا، نحن اللي متعلمين واللي بنفهم واللي بنقدر نكون قدوة لغيرنا. الله لا يسامحكم، الله لا يسامحكم. أنا اللي رحت قوست، أنا اللي رحت على البنك اللبناني الفرنسي بالفرد البلاستيك. انا بحب اكد انه فرد بلاستيك وكبيته برات البنك اللبناني الفرنسي. هلا بتطمن بحب لكم اللي بدكم اياه لانه مصرياتي رجعوا لي واخذتهم بالقوه. الله لا يسامحكم، وهلا رايح سلم حالي للقوى الامنيه. وعقب اجتماع لمجلس الأمن المركزي، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي للمودعين أن اقتحام المصارف ليس الطريقة المناسبة لاسترداد أموالهم، معربا عن دعمه للمودعين ورفض الاقتحامات. أنا هون بتوجه للمودعين تقول أنه حقوقهم ما ممكن أنهم يستردوها بهذه الطريقة، لأنه استرداد الحقوق بهذه الطريقة بطريقة ممكن أن هي تقع تحت طائلة القانون والنيابة العامة توصفها صف موجود بقانون العقوبات. هيدا موضوع بالأهم أنه هو بيهدم سيستم وبيؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم. ونحن معهم ونحن بدنا نحميهم ونحن بدنا نحمي البلد وأمن البلد والنظام. وأنا بعرف أنه الأكترية كل الشعب اللبناني، أكترية الشعب اللبناني أو كل الشعب اللبناني هو من المودعين. لازم يتنبهوا المودعين أنه ما حدا يكون عم يدفعهم لخربطة الوضع الأمني بالبلد أو لخربطة النظام بالبلد لأسباب أو لأهداف بالسياسي أو لتنفيذ أجندات معينة ممكن هي تؤدي لخربطة الوضع الأمني أو لخربطة نظام البلد. إذا بلشت بالمصارف فبنعرف وين بتصير. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت حسن مغني، رئيس جمعية المودعين. أهلا بك سيد حسن إلى 19. رأيتك تبتسم وأنت تستمع لوزير الداخلية الذي حذركم من أن تحركاتكم يمكن أن تستغل من بعض الجهات لأغراض مشبوهة، كيف تردون على ذلك؟ شر البلية ما يضحكوا، يعني كلام وزير الداخلية مردود عليه، عم يتهم جمعيات المودعين أن هناك من يحركها. لسنا نحن من تحركنا جهات خارجية مع الوزير، أنت أدرى الناس بمن تحركه جهات خارجية أو داخلية. نحن أصحاب حق مع الوزير، لدينا حق في هذه المصارف. 3 سنوات حكومتك أنت ورئيس حكومتك أنت لم تفعل شيئا لإنصاف هؤلاء المودعين. 8 أشخاص فقدوا أرواحهم حتى اليوم بسبب الأزمة المصرفية. ماذا فعلتم حتى الآن؟ ماذا تفعلون الآن؟ تريد الآن حماية المودعين؟ كيف تريد حمايتهم؟ فليقل لنا معالي وزير الداخلية ما هي خطته لحماية المودعين؟ هل يعني وزير الداخلية حمايتهم جسديا؟ نحن لسنا بحماية، لسنا نريد حماية جسدية، نحن نريد حماية حقوقنا. كيف ستحميها معالي الوزير؟
سننقل هذا السؤال إلى معالي وزير الداخلية لأنه سينضم إلينا من بعدك أستاذ حسن، وكان من المفترض أن يكون معنا أيضا رئيس جمعية المصارف ولكنه اعتذر، وبعدها كان من المفترض أن يكون أيضا معنا محامي جمعية المصارف واعتذر كذلك. أعود معك إلى إعلانكم الحرب على المصارف، قلتم بأنكم من الآن فصاعدا ستعلنون الحرب على المصارف. ما هي أدواتكم بعد أن قال وزير الداخلية بأنه سيتشدد من الآن فصاعدا مع المقتحمين؟ سيدتي، لسنا من يعلن الحرب على المصارف، الناس هي أعلنت الحرب اليوم، الناس أعلنت الحرب لاسترداد حقوقها. الشعب اللبناني والمودعون ليسوا بحاجة لمن يعلن عنهم الحرب أو السلم، هم يتصرفون بناء على ما يشعرون به من معاناة. الشعب اللبناني اليوم بات ضحية كبرى، ضحية السياسيين والطبقة السياسية، ضحية الحكومات المتعاقبة والمجلس النيابي، ضحية من غشه عشية الانتخابات بأن حقوقه ستعاد إليه. أين حقوق الشعب اللبناني؟ نحن اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي لديها صفر كهرباء. نحن صحيح. ضحية أصحاب كل ذلك المولدات ومافيات المولدات. سألتكم عن، يعني أنت تمثل بالنهاية هؤلاء المودعين تقريبا كل الشعب اللبناني يعني من هؤلاء المودعين، ما هي أدواتهم للحصول على أموالهم؟ إذا كانت قضية الاقتحام التي يعني كانت قليلة نسبيا، نتحدث اليوم عن 7 وفي السابق عن ربما 4، بدأت وزارة الداخلية تقول بأنها ستشدد من إجراءاتها ضدها، والمصارف يعلنون الإضراب لثلاثة أيام لحين أخذ ضمانات أمنية من وزارة الداخلية بأن ذلك لن يتكرر. في هذه الحالة ما خيارات المودعين؟ أولا، إضراب جمعية المصارف، معلوماتي أن ليست المصارف كلها ستعلن الإضراب يوم الاثنين، هناك مصارف معلومات أنها ستفتح أبوابها. خيارات المودعين مفتوحة، يعني اليوم الآن إذا كانوا يسمعونني يعلمون ماذا أقول. اجتمعنا بهم جميعا مرارا وتكرارا من رأس الهرم إلى أدناه، الجميع دون استثناء. أنا أتكلم بالسياسة وأتكلم بالمال، سلطات سياسية ومصرفية، مجلس نواب، حكومة، مصرف لبنان، جمعية المصارف والمصارف، عدة اجتماعات معهم، لم نسمع إلا شعبويات، لم نسمع إلا وعود واهية. يعني اليوم خلص طفح الكيل، الشعب اللبناني والمودعون يريدون حلا جذريا. أنا اليوم أطلقت مبادرة بأبسط الحلول. في أي دولة في العالم لدينا أزمة بحجم هذه الأزمة أو أصغر أو أكبر، تنشأ خلية أزمة لإدارتها. أين خلية الأزمة التي أنشئت لإدارة هذه الأزمة؟ لا يوجد لدينا خلية أزمة، لا يوجد لدينا خطة حل، لا يوجد لدينا قانون ينصف المودعين أو يقول لهم بالحد الأدنى كيف ستعود ودائعهم، ما هي الفترة الزمنية التي ستعود ودائعهم إليهم. نحن لا نمتلك شيء، نحن لم نسمع إلا وعود كاذبة من هذه السلطة الكاذبة والفاشلة. طيب، جمعية المودعين قالت بأنه إذا تم إقفال المصارف فسيتم مهاجمة منازل أصحاب المصارف. ما فعالية هذه الخطوة باعتقادكم؟ يعني لماذا تم اختيار أصحاب المصارف ولم يتم اختيار السياسيين الذين هم المسؤولون عن ما آلت إليه الأوضاع؟ عفوا، بس تصحيحا لحضرتك، جمعية المودعين لم يصدر عنها أي تصريح من هذا القبيل، يبدو أنه هناك طرف آخر هو من صرح. جمعية المودعين لم يصدر عنها أي شيء بهذا الخصوص، اقتحامات منازل أو غير منازل. طيب، ما خياراتكم؟ سألتك يعني قبلا قلت بأنه كل الخيارات مطروحة، لو تضعنا في الصورة أكثر عمليا، ما الذي تنوون القيام به؟ نعم، أولا الإضراب ليس هو الحل،
الإضراب ليس هو الحل، وهم يعلمون أصحاب المصارف، وأنا تحدثت إليهم مرارا وتكرارا، وأنا أقول وأعيد وأكرر، أنا لا أدعو، أنا أنقل ما أسمعه في الشارع. إضراب 3 أيام في اليوم الرابع، ربما نشهد عمليات مماثلة لما شاهدناه اليوم. الحل ليس بالإضراب، ونحن يدنا ممدودة، ونحن لسنا هواة شارع أو هواة عنف أو هواة تسكير مصارف أو اقتحام مصارف. يدنا ممدودة، يمكننا الجلوس على الطاولة والمناقشة، ولكن نريد حسن نية في المقابل، نريد أن نرى جدية في التعاطي مع ملف المودعين. حتى اللحظة لم نرى جدية في التعاطي مع ملف المودعين. إن كنتم صادقين هلا، إذا وزير الداخلية عم يسمعني أو رئيس جمعية المصارف عم يسمعني أو وزير المال أو حاكم مصرف لبنان، إن كنتم جادون في التعاطي مع قضية المودعين فنحن جاهزون ويدنا ممدودة، ولسنا هواة شارع ولسنا هواة عنف. نحن شعب متعلم، نحن مودعون مثقفون، نحن اغتربنا، نحن تعبنا، هذا شقانا وجنى أعمارنا، أودعناه المصارف اللبنانية، نحن نريد حمايته، نريد ما هي الطريقة التي ستعيدون بها ودائع الناس. أنتم من يتحمل المسؤولية، ما حصل اليوم هو من أفعالكم، فلتتحملوا وزر أفعالكم. هذا ليس من أفعال جمعية المودعين أو الشعب، ليس لديه شيء ليفعله يقتحم المصارف. اقتحم المصارف هذا رد فعل على فعل. ما هو الفعل؟ هو الفعل 3 سنوات من اللامبالاة بمصير شعب. نعم. 8 أشخاص فقدوا أرواحهم بسبب الأزمة المصرفية، لأنهم لم يستطيعوا أن يستحصلوا على ولو جزء بسيط من ودائعهم للعلاج. يعني ما بعرف وين مخديننا بعدين. شكرا جزيلا لك حسن مغني، رئيس جمعية المودعين. سننقل بعد هذه النقاط إلى وزير الداخلية الذي سينضم إلينا بعد قليل. شكرا لك. رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي حذر من تداعي الهيكل على رؤوس الجميع، وكشف عن تهريب أدوية الأمراض المزمنة كالسرطان إلى خارج لبنان. نحن كلنا عارفين أنه هالهيكل متصدع، وكلنا عارفين بكل غرفة بهالبيت في نار راكدة وعم تشتغل عم تشتعل، وعارفين انه هالبيت بكل اساساته ملغم، واكيد انتم كمان عارفين هالشيء. اللي انا بطلبه سقف علينا وعليكم. نحن ما فينا نبقى بحالة انكار عن الواقع الموجود، وكل واحد بيقول مثل ما هو بيريد هون والخارج، ولا فينا ندلنا عم نقول كانه نحن الشارع هو عم يتحكم بالموضوع. في رجال دولة وانت على رأسهم، والمجلس النيابي الكريم، كل النواب، سعادة النواب الكرام، لازم نتصرف هالتصرف لأنه البلد بحاجة لنا. انت حدا بيعتقد انه نحن مش حاسين شو عم بيصير بالشارع؟ حدا بيعتقد انا وقت فوت على بكره على السرايا وبيضرب تحية العسكري قدامي ما بعرف من عيونه انه بحالة مأساة؟ ما عارف انه ما بيقدر يجيب دواء لبيه او لامه؟ ما بيعرف انه ما عم بيقدر يدفع القسط لابنه المدرسه؟ ما بعرف اذا عم ياكل بالبيت؟ طيب هالشرطي اللي عم يوقف على الباب عندي وعم عند الكثيرين لحتى احيانا يحميهم، اللي عم بينحمى احيانا عم بيضرب وما عم يقبل يجي، وهالشرطي اللي معاشه ما بيتعدى $70 او $80 عم بيوقف بكل احترام وعم بيمارس هالشيء. هيدا ما لازم نحييه؟ أنا ما عم بشوف اليوم اللي عم نحكي عن الأمراض المزمنة وأمراض السرطان. أنا عارف، ونحن اليوم لو كنت بتمنى بس معالي وزير الصحة بمهمة بالخارج مع منظمة الصحة الدولية كان يشرح شو عم بيصير بقطاع الدواء، وشو اكتشفنا إنه في من الأدوية اللي عم نجيبها ومدعومة هي عم تهرب لخارج لبنان. من بيروت ينضم إلينا وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي. أهلا بك معالي الوزير إلى 19. يعني ما هي خطتكم لحماية المودعين؟ أنتم اليوم بوزارة الداخلية بين المودعين من جهة الذين يهددون بالتصعيد، وبين المصارف الذين أعلنوا الإضراب لثلاثة أيام ريثما يتخذون أو يأخذون ضمانات أمنية من وزارة الداخلية، ما الذي ستفعلونه؟ مهمة أول شيء مساء الخير. مساء النور. مهمة وزارة الداخلية هي حفظ الأمن والنظام. نحن لسنا إلى طرف المصارف، وإنما إلى طرف النظام في البلد
وأنا قلت ظهر اليوم عقب اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي بأننا مع حقوق المودعين ونقدر وجع المودعين ونحن إلى جانبهم، وإنما حصول المودعين على حقوقهم لا يكون بالإخلال بالأمن أو الإخلال بالنظام، لأن الإخلال بالنظام هو كرة ثلج قد يمتد إلى أماكن أخرى، كما أن حصول المودعين على حقوقهم لا يكون بأن يأخذ أحدهم ما يعتبره حقه عنوة أو أن يأخذه من وجه باقي المودعين. لا يمكن أن نتحمل أو أن تتحمل البلد الإخلال بالأمن والنظام. معالي الوزير، ولكن هم يقولون، اسمح لي لأنقل لك ماذا قالوا لنا، لأنه ظهر معنا منذ قليل رئيس جمعية المودعين، بأنه لم يبقى أمامهم خيار آخر سوى أن يلجأوا لعمليات الاقتحام لكي يأخذوا ودائعهم، بأنه 8 مرضى توفوا جراء عدم قدرة ذويهم على إكمال علاجهم لأنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم من البنوك، بأن الوضع على ما هو عليه منذ 3 سنوات والسلطات لم تقم بأي خطوات جدية في هذا الإطار. هم ليسوا أولاد شارع، هم متعلمون وليسوا هواة عنف، ولكن لم تتركوا لهم يعني خيار آخر. أريد أن أتوجه إلى المودعين وإلى كل اللبنانيين، وزارة الداخلية والقوى الأمنية ليست سبب المشكلة، وزارة الداخلية والقوى الأمنية ليس بيدها الحل، الحل وزارة الداخلية ووزير الداخلية ليس مجلس النواب، إن إقرار بعض القوانين التي من شأنها أن تؤدي إلى حل الأزمة الاجتماعية أو إلى حل الأزمة الاقتصادية يكون عند السادة النواب وليس في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية ليست السبب والحل ليس عندها، بل نحن نتحمل النتيجة. نحن في وزارة الداخلية والقوى الأمنية في وزارة الداخلية ليست السبب والحل ليس عندها، هي تتحمل النتيجة كما المودعين. نحن والمودعون في خندق واحد، نحن نتحمل النتيجة، وعلى الدولة اللبنانية، على كافة الدولة اللبنانية وعلى السادة النواب إقرار القوانين اللازمة لإيصال أصحاب المودعين وهم أصحاب حقوق إلى حقوقهم. ولكن معالي الوزير، أنتم اتهمتموهم أو حذرتموهم من أن ينتبهوا إلى الجهات التي تحركهم، وحتى شككتم بأجندات مشبوهة. من تقصدون؟ من تعتقدون الجهات التي تحرك؟ أنا يمكن تسنى لي أن سيدتي أنا يمكن تسنى لي أن أسمع جزء من حديث الجزء الأخير من حديث الضيف الذي كان معك. أنت طرحت عليه سؤالا يتعلق بيمكن النية في اقتحام منازل أصحاب المصارف، وهو قال لك بأنه لا علم له بذلك. هذا دليل على وجود جهات تبث هذه الشائعات، والمودعون ليسوا على أو من يمثلهم ليسوا على علم بها. نحن لم نقل أن المودعين يتحركون بأجندات من خارج لبنان، ونحن لم نقل أن المودعين يتحركون بأوامر من سفارات أو من بعض السفارات. نحن قلنا أن هناك أنه يمكن أن تكون هناك جهات تريد استغلال وجع المودعين لإيجاد اضطراب أمني أو اضطراب في البلد، وهذا موضوع يجب أن نتنبه له، أو أن يكون سؤال يجب طرحه عند حصول أي إشكال أو أي اضطرابات أو أي خلل أمني. السؤال الذي سألتيه حضرتك والجواب الذي أجابه إنما يدل على وجود أطراف غير المودعين ممكن أن تدخل على الخط وأن تحرك أو أن تبث الشائعات لإيجاد ظرف أو لإيجاد جو أو لإيجاد مناخ معين. نحن إلى جانب المودعين. نعم، كل المودعين، وضحت الفكرة، لأن ولكن لم يتضح لي، لأن المودعين هم كل الشعب اللبناني. نعم، لم يتضح لي من هي هذه الجهات التي يمكن أن تستغل وجع المودعين من أجل زعزعة الاستقرار الأمني في لبنان.
باعتقادكم من على القوى الأمنية عند وجود أي ظاهرة اضطراب أو أي ظاهرة من شأنها الإخلال بالنظام أن تجتهد أمنيا للبحث عن من يقف وراء أي ظاهرة معينة، وإن هذا البحث هو إنما هو يفيد المودعين لأنه يبقي قضيتهم على السكة الصحيحة ويمنع أي استغلال. العمل الأمني تقوم به الجهات الأمنية، ونحن لم نتهم المودعين كما أن القوى الأمنية، ونحن في وزارة الداخلية لسنا المسؤولين ولم نكن في السلطة منذ سنوات، منذ بداية الأزمة، إنما نحن نتحمل نتائجها مثل سائر المودعين. أنت ذكرت بأنه الأجهزة الأمنية من مهمتها أن تعرف هذه الجهات التي يمكن أنها تستغل هذه الأزمة من أجل خلق اضطرابات أمنية في لبنان. عندما قلت لك وأنت مسؤول عن هذه الأجهزة الأمنية، يعني أنت تشكك بوجودها؟ أشكك بوجود من؟ هذه الجهات التي يعني تحاول استغلال أزمة المودعين. نحن عند وجود أي ظاهرة اضطراب أو أي ظاهرة خلل على في الأمن والنظام، من واجباتنا التقصي ومن واجباتنا معرفة كل شيء يتعلق بالموضوع لسلامة التحقيق ولسلامة معالجة القضية المطروحة. نحن لم نتهم أحدا معينا ولم نقل أنهم يعملون مع سفارات معينة أو مع جهات أجنبية. نحن نبحث عن السبب وذلك فقط لحفظ النظام ولتصويب الأمور ولحماية قضية المودعين. ذكرتم بأنكم من الآن فصاعدا ستتشددون مع مقتحمي البنوك، ما الإجراءات التي تنوون اتخاذها؟ نحن قلنا أننا سنتشدد في حفظ النظام، ونحن قلنا بنتيجة اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، أنا قلت بأنني وأنا منذ سنة قلت بأنني لا أقبل بأن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين اللبنانيين، وإن ذلك لم يحصل طيلة فترة وجودي في وزارة الداخلية، لم يحصل أن وقفت القوى الأمنية بمواجهة المواطنين، ولن يحصل ذلك، إنما نحن نحفظ النظام. أنا قلت لا أريد نقطة دم، لا أريد عنف، وإن ممارسة القوى الأمنية خلال الشهر الفائت خصوصا عند بداية الإشكالات التي حصلت أمام المصارف تؤكد ما قلته، وإن ما حصل بعد ظهر اليوم على صعيد التعامل مع الظواهر التي حصلت أمام 5 مصارف في بيروت وخارج بيروت، إنما تدل على نية وزارة الداخلية حماية اللبنانيين، كل اللبنانيين، ولكن المفارقة معالي الوزير على كل الأراضي اللبنانية وعدم معامل وعدم التعامل نعم المفارقة. أنتم تقولون تشددون على حماية هؤلاء وحماية كل اللبنانيين. الظاهرة أيضا التي رأيناها اليوم بأنه اللبنانيين الذين كانوا في محيط كل مصرف حدث فيه عملية اقتحام أتوا لمساندة المقتحم، يعني ألا يستوقفكم ذلك أيضا بأنه يمكن لأن يكون هناك يعني مجموعة من الأهالي أن ينقلبوا على الإجراءات الأمنية أو على رجال الأمن الذين من مهمتهم حفظ الأمن ويساندوا المقتحمين؟ رجال الأمن موجوعون مثل كل المواطنين، رجال الأمن ظروفهم المعيشية صعبة للغاية، إنما هل هذه التصرفات تؤدي إلى إعادة حقوق المودعين؟ هل إذا حضر أحد المودعين أو مودع كل يوم إلى مصرف ووضع إشكالا، هل هذا الموضوع سيؤدي إلى إعادة حقوق المودعين جميعا، أم هل ذلك سيؤدي إلى خلل في معالجة الموضوع برمته؟
المودعون يعرفون تماما. ولكن الذي اتضح ان اقفال المصارف ليس في مصلحتهم وليس في مصلحة البلد. نعم اعتذر على المقاطعة. نعم. ولكن الذي اتضح بان من يقومون بعمليات الاقتحام بالفعل هم من تمكنوا من تحصيل حقوقهم، وعلى ما يبدو الذي حدث بالامس مع نانسي هو الذي شجع المقتحمين اليوم على القيام بذلك، وربما سيشجع اخرين لانه لا خيار لديهم سوى عملية الاقتحام للحصول على حقوقهم. إن هذا الموضوع يشكل مخالفة للقانون، وإن القضاء المختص سيتعاطى معه بالشكل اللازم. نحن مهمتنا حفظ الأمن والنظام. إذا كانت المودعة التي قامت بما قامت به في الأيام الفائتة، كم من المودعين يمكنه القيام بهذا العمل؟ وأين حقوق باقي المودعين الموجودين على الأرض أو في الشارع أو في منازلهم؟ نحن واجباتنا كوزارة داخلية وكقوى أمنية حفظ النظام، وإن الخطة الاقتصادية الكبيرة ليست من اختصاص وزارة الداخلية، والخطة المالية ليست من اختصاص وزارة الداخلية، وإن إقرار القوانين التي تؤدي إلى إعادة حقوق المودعين ليست من اختصاص وزارة الداخلية. نعم. وزارة الداخلية تقوم بواجبها لحفظ النظام منعا من انزلاق البلد إلى منزلقات خطيرة لا تحمد عقباها بالنسبة للجميع، وأول المتضررين سيكون المودعون. شكرا جزيلا لك وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. هذا وكانت مراسلة الحدث ناهد يوسف، وفي مسعاها للقاء مقتحمي مصرف لبنان والمهجر تسلقت حائط المصرف لإجراء المقابلة. نتابع. آخر التطورات العراقية السياسية وعلى وقع الأزمة المستمرة، كشفت تسريبات للحدث عن تواصل المساعي من الإطار التنسيقي بقيادة هادي العامري لحكومة يوافق عليها الصدر. مصادر خاصة للحدث تؤكد أن المالكي والخزعلي يرفضان هذه الجهود ويتمسكان بحكومة يقررها المالكي، وهو ما رفضه إسماعيل قاآني في لقاء خاص أخير جمعه بقادة الإطار. فقوى الإطار منقسمة إلى طرفين، الأول بقيادة هادي العامري زعيم كتلة بدر الذي يسعى للحصول على موافقة الصدر للانضمام إلى الحوار الوطني وتشكيل حكومة يوافق عليها التيار الصدري، فيما تسعى قوى أخرى مثل نور المالكي وقيس الخزعلي وأغلب الميليشيات الإيرانية إلى حكومة بالشكل الذي يريدونه. ولكن ووفقا للمصادر الخاصة فإن التحذيرات تنطلق من عدم استفزاز الصدر والانفراد بتشكيل حكومة بعيدة عنه، وبالتالي فإن القوى تسعى لتشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف مهمتها الأساسية الوصول إلى الانتخابات. أما الموقف الإيراني حتى الآن المخفي وغير المعلن، لأن إيران وفقا لمصادر خاصة تسعى للحيلولة دون وقوع مواجهة عسكرية بين الأطراف الشيعية خوفا من خسارة المزيد من نفوذها ومن مصالحها في العراق، وذلك نظرا لشعبية التيار الصدري العريضة وتأثير زعيم التيار مقتدى الصدر على الشارع العراقي، فإيران تريد منع تكرار المواجهات.
من بغداد ينضم إلينا الدكتور خالد عبد الإله عبد الستار، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور خالد إلى التاسعة عشرة. إذن بحسب يعني هذه المعلومات، فإن الإطار التنسيقي كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، هادي العامري الذي يريد أن يفتح الخطوط مع الصدر، والمالكي الذي لا يريد ذلك. ولكن اللافت بأن إسماعيل قاآني يرفض مساعي المالكي والخزعلي. برأيكم كيف يمكن أن يرفض ذلك وأن يتابعان هما بهذه المساعي؟ يعني هل يملكان حرية التصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والجميع مشاهدي قناة العربية الحديثة وشاكل لهذا الاستضافة. أول شيء، القرار قرار وطني عراقي بامتياز، وبالتأكيد يجب أن نضع مسلمات الخروج من الانسداد السياسي عبر منظومة التنازلات المتبادلة. لا نريد أن نتحدث عن تعنت وعناد سياسي وخطاب غير وطني عراقي بقدر ما نتحدث عن انفراج الأزمة والانسداد السياسي العراقي. وهذا ما نلاحظه اليوم في التقارب ما بين مبادرة السيد نجفان برزاني والسيد رئيس مجلس النواب العراقي زعيم حزب تقدم ومن ثم السيد هادي العامري. حتى أن اليوم الحديث عن أن مستويين من القرارات التي تتخذ في داخل الإطار التنسيقي، أن أتوقع هذا الأمر لم يبادر إلى الوضوح بشكل حقيقي أو واضح، أو لم يكن هنالك أيضا اعتراضات من داخل قوى الإطار التنسيقي بعدم إعطاء تفويض أو أن السيد هادي العامري زعيم حزب فتح سوف يذهب إلى اللقاء المرتقب ما بين الزعماء الثلاثة مع التيار الصدري في النجف الأشرف. ومن ثم هذا الأمر يفسر بأن هنالك نوع من المقبولية، قد يكون هنالك اتفاق ما بين قوى الإطار التنسيقي حول بحث كل الخيارات والبدائل التي يمكن من خلالها أن تقرب الحلول وتضع نقاط مفصلية مهمة جدا في إطار استمرار جلسات الحوار الوطني التي يمكن من خلالها أن تنسق. على ما تراهنون دكتور خالد؟ يعني على ما يتم الرهان للحديث عن يعني إمكانية توحيد يعني مساعي الإطار، مختلف القوى في الإطار؟ أول شيء ليس مراهنة بل جانب واقعي حقيقي ملموس. لماذا لم يترجم بعد؟ أحداث مريمة. لماذا لم نرى أي ترجمة؟ وبالتأكيد تحتاج إلى، وسوف أتحدث بشكل واضح وأيضا واقعي، الزيارة الأربعينية التي تزامنت بالناحية، والناحية أخرى أيضا ما يتعلق بأحداث يوم 29/30 وخسارة الدماء العراقية على مرأى ومسمع من الجميع، ودعوة السيد الكاظمي للحوار بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تقرب وجهات النظر، فضلا عن الخطاب المرن الذي خرج من الإطار ومن زعماء من قوى الإطار لا سيما السيد المالكي بهذا الخصوص. كل هذه الحيثيات أنا أتوقع أعطت دفع كبير جدا للحديث عن أن هذه المبادرة قد تلقي صدى كبير جدا فيما يتعلق بالسيد نجفان برزاني، على الرغم من أن السيد مقتدى الصدر قبل أن يتحدث في إطار عدم مشاركته بجلسات الحوار الوطني أيضا انتقل إلى مرحلة قال أن الذي يحل مجلس النواب العراقي هم شركائنا، وكان يقصد فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف السيادي الذين كانوا متشاركون معه في ما يسمى بالتحالف الثلاثي، تحالف الأغلبية السياسية. كل هذه المعطيات أنا أتوقع توضحت بزيارة السيد الحلبوسي إلى أقليم كردستان، زيادة نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى كردستان مع السفير الأمريكي. أتوقع أن هنالك نوع من الاتفاق حول مسارات واضحة للتهدئة في الداخل العراقي، لأن هذه التهدئة إذا لم تسر بمسارات واضحة فإن الأمور والانعكاسات قد تنعكس ليس فقط على العراق داخليا وإنما للمنطقة. وبالتأكيد مسألة الحديث اليوم عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي خرجت عن مسارات واضحة، أنا أتوقع قد تكون هذه إحدى المسارات الواضحة في عملية الوصول إلى الهدوء الداخلي أو التقارب في وجهات النظر من حلول ووضع الحلول للأزمة السياسية العراقية. حتى اليوم رئيسي
رئيس جمهورية إيران تحدث بشكل واضح في قمة شنغهاي في سمرقند، قال بأننا لا نتدخل في الأزمة السياسية العراقية وليس لدينا دور في إطار ما يحدث في الداخل العراقي. أنا أتوقع هذه رسالة إلى جميع القوى السياسية العراقية بأن المرحلة القادمة تستلزم أن يكون فيها القرار والإرادة الوطنية واضحة المعالم، ويجب أن يكون هنالك دفع باتجاه خطاب هادئ يمكن من خلاله أن يقرب ما بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي بالطريقة التي يمكن من خلالها نتحدث عن استمرار جلسات مجلس النواب، انتخاب حكومة، انتخاب رئيس جمهورية. وهذا الأمر أنا أتوقع المسار ما زال مطروح وفق معطيات داخلية وخارجية أنا باعتقادي سوف تكون ضاغطة وكابحة بالوقت نفسه. هل تعتقد دكتور خالد بأن الصدر سيقبل باستمرار جلسات مجلس النواب وانبثاق حكومة عن هذا المجلس؟ يعني بالتأكيد هذا ما سوف يحمله الأخوة، سواء كان السيد رئيس الإقليم، السيد الحلبوسي، السيد هادي العامري، من مقترحات، وهذه المقترحات بضمانات قد تكون الضمان الذي سوف يأتي وفق مسارين: الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، والمرجعية الدينية التي أيضا سوف يكون لها بصمة كبيرة جدا بالطريقة الغير مباشرة. كل هذه الأمور والحيثيات والظروف الملائمة أنا أتوقع سوف تحاول أن تعطي نسق كبير جدا للتيار الصدري، لأن التيار الصدري أيضا والسيد مقتدى الصدر قدم شيء كبير جدا في حقن الدماء العراقية عندما أوقف مسألة التظاهرات وطلب من أنصارها الانسحاب من مجلس النواب والمنطقة الخضراء، وكانت هذه رسالة واضحة. أيضا خرجت رسالة من الإطار التنسيقي في إنهاء الاعتصامات والتظاهرات. أنا أتوقع اليوم نحن سائرون إلى التهدئة، ولكن نحتاج إلى بعض اللمسات. أنا أتوقع قد يكون للأمم المتحدة والسيدة بلاسخار دور كبير جدا مع المبادرة الداخلية التي يقودها السيد رئيس إقليم كردستان السيد نجف ومبرزان. كلية العلوم السياسية كنت معنا من بغداد، شكرا لك، إلى اللقاء. نيويورك تايمز تكشف عن تدهور صحة خامنئي، ومقربون من المرشد يؤكدون أنه تحت المراقبة الطبية. ضمن خاص الحدث نفتح ملف الاتفاق النووي داخل أروقة البيت الأبيض. واشنطن تبحث خيارات ما بعد الفشل، وبايدن يؤكد عدم التنازل لإيران. المرصد السوري يكشف عن تراجع تحركات الميليشيات الإيرانية في سوريا خوفا من ضربات إسرائيلية أو أمريكية. الرباعية تقدم مفتاح الحل، انفراجة في السودان عبر الحرية والتغيير لاختيار رئيس حكومة من الكفاءات غير الحزبية. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الأنباء حول تدهور صحة المرشد الإيراني حقيقية، ونقلت الصحيفة عن مقربين من خامنئي تأكيدهم أنه يخضع للمراقبة الطبية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن خامنئي ألغى كل اجتماعاته الأسبوع الماضي، منها لقاء سنوي هام مع مجلس خبراء القيادة. بكشبر امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان توجه کنید، میخوان. في الموازاة أفادت تقارير وفيديوهات عن اعتداء القوات الأمنية الإيرانية وشن حملة اعتقالات واسعة على محتجين في طهران على مقتل الشابة مهسا أميني نتيجة التعذيب الذي تلقته من قبل ما تسمى بشرطة الأخلاق. ووفقا للتقارير ردد المتظاهرون شعارات ضد السلطة الإيرانية، كما هتفوا بشعارات الموت لخامنئي والموت للظلمة. Oh.
دعوه جدی داره میشه. ضمن فقرة خاص الحدث نبحث من داخل أروقة البيت الأبيض التطورات المتعلقة بمجريات الاتفاق النووي مع إيران. مصادر من هناك تؤكد أن موقف الأمريكي ثابت ولا تنازلات ستقدم لطهران. من واشنطن تقرير خاص للزميلة نادية البلبيسي. في كل مناسبة يكرر الرئيس بايدن التعهد الذي قطعه على نفسه، وهو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف وفي أي وقت. استراتيجية البيت الأبيض تعتمد على الدبلوماسية كخيار أولي بمساعدة الشركاء الأوروبيين أو ما يعرف بـ E3 إلى جانب روسيا والصين، لكن المفاوضات تعثرت وجاء الرد الإيراني مخيبا لآمال إدارة بايدن الذي وصفته بغير البناء. مصادر البيت الأبيض تقول للحدث إن موقف الرئيس ثابت ولا تنازلات ستقدم لإيران. الشرط الأمريكي هو امتثال مقابل امتثال، لكن هذا يطرح السؤال الأهم: أين هي واشنطن من البدائل؟ مسؤول رفيع في الإدارة أكد للحدث أن لدى بايدن خططا أخرى لمواجهة إيران، لكن هل الخيار العسكري على قائمة البدائل؟ لدى الولايات المتحدة كل أنواع القدرات. كما تعلمون يمكننا استخدام الصواريخ البالستية، ويمكننا إطلاق الضربات الجوية أيضاً. أعني عدداً من الخيارات التي يمكننا اعتمادها، لأننا طورنا هذه القدرات خلال الحرب الباردة أثناء التوترات مع الاتحاد السوفيتي. لذلك لدينا القدرة التقنية، وإذا أردنا فقط استكشاف السيناريوهات التي أمامنا، يمكنك أن تتخيل ربما هجوماً إلكترونياً يمكنه تدمير الطاقة الكهربائية أو تدمير شبكة القيادة والتحكم. إذن مهام وزارة الدفاع هي وضع خطة كاملة متكاملة لسيناريو الضربة العسكرية حال فشلت المفاوضات. فلدى الولايات المتحدة قنابل B-52 التي تدك المنشآت تحت الأرض، ولديها صواريخ متطورة بالليزر وحاملات طائرات في الخليج العربي، لكن كل الاستعدادات تبقى على الورق، لأن بايدن وحده سيقرر توجيه ضربات عسكرية لإيران، وهو ليس قرارا مستحبا في البيت الأبيض. ما الذي تعنيه أن تقول الولايات المتحدة أن إيران لن تحصل أبدا على قدرة نووية؟ هذا سؤال مهم جدا، فمن الواضح أنها ليست عقوبات اقتصادية، وإنها ليست دبلوماسية، وليست المفاوضات هي التي تجري، لأن إيران تواصل تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية جدا، أو للعمل مع دول أخرى مثل كوريا الشمالية على أنواع التقنيات المتعلقة بالطاقة النووية. الترجيحات هنا هو أن يترك قرار العودة إلى التفاوض إلى نوفمبر، أي بعد انتخابات الكونغرس النصفية، حتى لا يستخدم كسلاح ضد الديمقراطيين، ولإعطاء إيران الفرصة للتفكير مرتين في العودة إلى الاتفاق والنتائج المترتبة عليه. إذا حاولت إلقاء اللوم على إيران في كل شيء لديك مشكلة معه، فلن تكون هناك صفقة، لن نصل إلى ذلك أبداً. يمكننا الوصول إلى هناك، لكن يجب أن نركز على المشكلة النووية. ومرة أخرى أقول، لن تحل أي مشكلة في الشرق الأوسط إذا كان لديهم سلاح نووي. الإدارة ترى أن أحد هذه الشروط هو تقييد إيران لحرية المفتشين الدوليين في التحقيق في منشآت تحمل آثار اليورانيوم، وهو أحد أسباب تقويض التوصل للاتفاق. بايدن سيقرر العودة للتفاوض من عدمه،
حسب مصالح الأمن القومي الأمريكي، فهو يدرك تماماً أن إيران النووية تشكل تهديداً وجودياً على إسرائيل وعلى مصالح دول الخليج وعلى أمريكا، وهذا أمر لن يتم في عهد أي رئيس ديمقراطي أو جمهوري، كما يقول مسؤول رفيع المستوى للحدث. نادية البلبيسي، واشنطن. من واشنطن ينضم إلينا العقيد عباس دهوك، المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. ومن القدس ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس الدكتور مائير مصري. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك عقيد عباس، ما السيناريوهات المطروحة بعد انتهاء الانتخابات النصفية في نوفمبر؟ عودة إلى الاتفاق النووي بمعنى إعطاء الفرصة الأخيرة لإيران، العودة إلى العقوبات الاقتصادية كسلاح ضدها، أم توجيه ضربات عسكرية لمنشآتها النووية؟ مساء الخير لك وشكرا لك على الاستضافة. إن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت محل نقاشات صعبة استمرت لفترة من الزمن تجاوزت العام والنصف في إطار هذه الإدارة. الخيار الأول كما تعلمين هو الخيار الدبلوماسي بالنسبة لإدارة بايدن، لكن الخيار العسكري هو دائما على الطاولة، وقد يأخذ ذلك شكل الضربة العسكرية من خلال غارة بطائرة أو إطلاق صاروخ أو تنفيذ هجوم سيبراني، لكن الخيار العسكري يظل على الطاولة. ولدى الولايات المتحدة خطة للتصدي لإيران واستمر ذلك على مدى عقود، لكن ما هو غير موجود هو الرغبة في القيام بذلك. ومن الواضح أن الرئيس لا ينظر في الضربات الجوية الآن، ولكن إذا ما أصبحت إيران تمتلك سلاح نووي فهذا بالتأكيد سوف يدفع هذه الإدارة للنظر في الخيار العسكري والمضي قدما في تنفيذه ضد منشآت إيران النووية. دكتور مائير، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة في حال لجأت إلى هذا الخيار ستوكل مهمة تنفيذه إلى إسرائيل؟ الخيار العسكري طبعا. شكرا لكم على الاستضافة أستاذتي الكريمة، تحياتي للجميع. لا أعتقد ذلك، أعتقد أن الولايات المتحدة لو باركت التدخل العسكري في إيران سوف تتدخل بنفسها. لا، ده ليس طبعا، ربما تلعب إسرائيل دور في هذا في هذه المواجهة، ولكن الولايات المتحدة لديها قدرات طبعا معروفة وفائقة، وذكر هذا في التقرير بشكل مستفيض، وبالتالي هي لن تحتاج إلى إسرائيل وسوف تتمكن بمفردها أن تعطي للنظام الإيراني ضربة قاسمة على الأقل توجه إلى منشآته النووية. أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي حقيقة بدأ أن ينضبط الآن، وأصبحت هناك قوة ردع إضافية لقوة الردع الإسرائيلية، لأنه حتى أيام قليلة كانت إسرائيل تمثل عنصر الردع الوحيد في مواجهة النظام الإيراني، لم يكن هناك أي عنصر ردع آخر لا في المنطقة ولا على مستوى العالم. وبالتالي هذا خبر صار للغاية، وأنا أعتقد أنه يجب أن يستثمر سواء في العملية التفاوضية التي لم تستنفذ بعد، لازالت هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مرضٍ، ولكن وإسرائيل ليست ضد بالمناسبة أن يتم هناك التوصل إلى اتفاق، ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق اتفاقا يحتوي على ضمانات كافية، وأن يتنازل النظام الإيراني عما وضع من شروط تعجيزية، وكذلك أن تستمر، وهذه نقطة هامة للغاية، عملية التحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع النظام الإيراني بخصوص الانتهاكات المعروفة والخروقات التي رصدت في الآونة الأخيرة. سيد عباس، تتحدثون عن إمكانية، ويتحدث البعض عن إمكانية توجيه هذه الضربات العسكرية، ولكن يقول البعض الآخر بأنها لن تكون ناجعة بالمطلق، لأن كل ما ستقوم به هذه الضربات العسكرية هي تأخير البرنامج النووي الإيراني وليس القضاء عليه بالمطلق. يعني ستعود إيران وتبني هذه المنشآت وتستأنف ذلك من جديد. كيف تعلقون على هذه النظرية؟
هذا سؤال وجيه وأنت محقة، فإن الخيار العسكري مصمم لربما لترك الفرصة للدبلوماسية حتى تؤتي ثمارها. نعم، الخيار العسكري سوف يؤدي إلى تدمير بعض المنشآت النووية الإيرانية، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل كلاهما طبعا قام برصد الأنشطة النووية الإيرانية، ولدى الطرفين معلومات مستفيضة بشأن ما توصلت إليه إيران. وضيفك الكريم محق فيما ذهب إليها فيما يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، مع العلم أن الولايات المتحدة لديها أسلحة متقدمة ونوعية، لا سيما القنابل التي يمكن أن تخترق الدروع وأي تحصينات، وهذه الإمكانات العسكرية ليست متاحة لإسرائيل على الرغم من توفر لديها طائرات متقدمة، ولكن فإن الغارات من قبيل استخدام القنابل الثقيلة هو أمر متاح للولايات المتحدة الأمريكية فقط، والطائرات الأمريكية يمكن أن تنطلق من الولايات المتحدة وتنفذ المهمة ثم تعود، لكن هذه القدرات ليست متاحة لدى إسرائيل. وهناك عوائق أخرى فيما يتعلق بالتزود بالوقود في الجو، وربما يمكن لإسرائيل أن تلجأ إلى استخدام أجواء أذربيجان لربما تنفيذ مهام بعينها. نعم صحيح، الموضوع معقد جدا، وحتى لو تم توجيه ضربات عسكرية فإن إيران يمكن أن تعيد بناء ما تم تدميره في عام 1991، وفي عام 2007 قامت إسرائيل باستهداف المفاعل العراقي والسوري، وهذا أدى إلى وقف الأنشطة النووية لدى هذين البلدين. أنتقل إلى الدكتور مائير من جديد، لماذا تعتقد بأنه ببعض البلدان يتم وقف الأنشطة النووية عند استهدافها بينما لا ينجح ذلك في إيران؟ وما العمل مع هذا الواقع؟ أولا يجب أن نعرف أنه ليست هناك دول كثيرة في العالم تسعى إلى الحصول على السلاح النووي، أغلب دول العالم اليوم هي موقعة على معاهدة عدم الانتشار، وبل حتى الكثير من الدول استطاع المجتمع الدولي من أن يجعلها تتراجع عن برنامجها كليبيا القذافي على سبيل المثال، ودمرت برنامجها لدول كذلك حصلت على السلاح النووي ومن ثم تراجعت عن هذا الخيار الاستراتيجي، وكذلك دمرت برنامجها بنفسها كجنوب أفريقيا على سبيل المثال قبل 3 عقود، وبالتالي هذه حالة نادرة في العلاقات الدولية. بالنسبة للنظام الإيراني الوضع أكثر سوءا. لماذا؟ لأن النظام الإيراني لديه قناعة راسخة بأن ضمان بقائه، ضمان بقاء هذا النظام العقائدي لن هو من خلال يجب من خلال حصوله على السلاح النووي، وهو مصر. وإسرائيل قدمت الأدلة والبراهين منذ زمن بعيد بأن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج ذو طابع عسكري، حين كان المجتمع الدولي آنذاك يدعي بعكس ذلك، بل حتى النظام الإيراني نفسه كان يدعي بعكس ذلك قبل أشهر قليلة قبل أن تبدأ تصريحات والتصعيد الكلامي من قبل رموز النظام. وبالتالي هو يعتقد، لكن يجب أنا أعتقد أنه يجب إفهام النظام الإيراني بأن بقاء هذا النظام هو بالعكس هو مرتبط بتخليه عن محاولة حصولها على السلاح النووي. ولدى إسرائيل طبعا رؤية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بضرورة منع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي، ولكن ما هو التهديد النووي؟ هذا هناك اختلافات تكتيكية بين أورشليم القدس وواشنطن. من المنظور الأمريكي التهديد النووي الإيراني يكمن في حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، من المنظور الإسرائيلي التهديد النووي الإيراني يكمن في أن يكون النظام على مقربة على العتبة النووية، لأنه من خلال وجوده على العتبة النووية وهذا الشيء متوافر الآن هو يمارس ابتزازه للمجتمع الدولي وطبعا لدول الجوار. وبالتالي أعتقد أنه نحن اليوم بدأت ليس فقط على مستوى الاستراتيجي، ولكن حتى على مستوى التكتيكي بدأ أن يكون هناك تقارب بين
الموقفين الإسرائيلي والأمريكي، وأعتقد أنه هذا شيء هام للغاية ومن شأنه أن يؤثر على سلوك النظام الإيراني، وإن لم يكن كذلك فسوف تكون أعتقد أثناء المواجهة مع النظام الإيراني إن كانت هناك مواجهة عسكرية، وسوف تكون الضربة قاضية للغاية، لأنه كما ذكرت الولايات المتحدة لديها قدرات فائقة تفوق قدرات إسرائيل من حيث الكيف وأيضا من حيث الكم. حتى وإن كانت إسرائيل قادرة على توجيه بمفردها من وجهة نظري ضربات النظام الإيراني، مسألة الطائرات، طائرات التزويد بالوقود، إسرائيل حصلت على وعود بأن تحصل على 4 طائرات من الولايات المتحدة بالعام 2025 وطلبت أن تحصل عليها قبل ذلك، وهناك اليوم مفاوضات حتى تحصل إسرائيل على هذه القدرات في الأشهر أو ربما العام القادم. وبالتالي حتى لإسرائيل بمفردها، هناك إسرائيل اليوم بمفردها بدون الولايات المتحدة لديها قوة ردع في مواجهة النظام الإيراني. دخول الولايات المتحدة على الخط ومسألة التلويح بالخطة باء وبتفعيل الخطة باء أي الخيار العسكري، أنا أعتقد أنه هذا يخدم كثيرا مشروع الردع الإسرائيلي من ناحية، وكذلك العملية التفاوضية، العملية التفاوضية، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يغير ويعدل من ويقوم من السلوك الإيراني في المفاوضات. سيد عباس، هل تعتقد فعلا بأن التلويح بالعمل العسكري الذي لطالما تم التلويح به يمكن أن يؤثر على إيران على يعني مقاربتها ونهجها خلال المفاوضات؟ هذه هي الفكرة من وراء ما تظهره الولايات المتحدة بشأن التزامها بالخيار العسكري، وقد أظهرت إسرائيل أيضا استعدادها لاستخدام الخيار العسكري، وأعتقد أن إيران تستخدم خطة العمل الشاملة المشتركة وكذلك المفاوضات كأداة فقط. طبعا بالنسبة لإيران فإنه إذا ما تم التوصل إلى بناء قدرات نووية إيرانية حقيقية فإن ذلك قد يجبر العالم على التعامل مع إيران. نعم، الولايات المتحدة ليس لديها الإرادة السياسية الآن للجوء إلى الخيار العسكري، ولكن هناك بالتأكيد في الإدارة رغبة في ردع إيران، وهذا الخيار لم ينجح كثيرا، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تظهر لإسرائيل وللحلفاء بأن لديها القدرات لتدمير القدرات النووية الإيرانية وربما إعادتها إلى عقد من الزمن. وهذا طبعا خيار موجود على الطاولة من شأنه أن يردع إيران ويوفر بعض الارتياح لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة فيما يخص رغبة الولايات المتحدة في اللجوء إلى الخيار العسكري عند الضرورة. دكتور مائير، هل تعتقد بحال صحة الأنباء عن وفاة خامنئي كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سير المفاوضات على الملف النووي تحديداً؟ لا أعتقد أنه سوف يكون هناك تغير جذري، لأن النظام الإيراني هو نحن نعرف أيديولوجيته، النمط العقائدي، وهو نظام منغلق على ذاته وليست هناك انتخابات مفتوحة، ونحن نعرف أن هناك سلطة معينة في يد نمط معين من رجال الدين في إيران، وبالتالي لا أعتقد أنه سوف يتغير، ولكن لا شك في أنه بشكل عام تغير النظام في إيران في المستقبل ربما أنه يؤثر، وتؤثر وفاة خامنئي إن تم هذا يؤثر على يعجل من نهاية النظام الإيراني، أو يكون هناك إصلاحا من الداخل، أو المعارضة في إيران تستطيع أن تلعب دور أكبر في السنوات القادمة. لا شك في أن هذا سوف يؤثر كثيرا على سلوك النظام الإيراني. ودعيني أقول لك يا أستاذ الكريمة بأن المجتمع الدولي يعول على تغير النظام في إيران. كل الحديث اليوم هو عن اتفاق، سواء مشروع الاتفاق الحالي المفاوضات بخصوصي أو اتفاق 2015، كلها اتفاقيات جميعها محددة زمنيا. المجتمع الدولي يحاول كسب الوقت ويعول كثيرا على
دور المعارضة ودور، لأنه ليس لا يمكن أن نختزل إيران هذه الحضارة العريقة وهذه شبه قارة إيران. نعم. عالم. دعني أختم مع العقيد عباس. اختزل في هذا النظام. نعم. سيادة العقيد، لماذا الولايات المتحدة رغم مصلحتها في ذلك يؤخذ عليها بأنها لا تدعم المعارضة الإيرانية؟ هذا سؤال صعب. الولايات المتحدة الأمريكية كقاعدة لا تتدخل بطريقة مباشرة في شؤونها الداخلية للدول، ولكن كما تعلمين فإن الولايات المتحدة ليس لديها سفارة في إيران، وبهذا المعنى فإن الولايات المتحدة يدها ربما قصيرة فيما يتعلق بالأطراف التي يمكن أن تتعامل معها على الأرض في إيران، وبالتالي فيصعب محاربة إيران من الداخل، والولايات المتحدة تمارس الضغوط من الخارج على إيران، وكذلك تسعى لتعزيز التنسيق الإقليمي. وكما قلت فإن هناك طبعا صعوبة في التحرك داخل إيران بالنسبة للولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك العقيد عباس دهوك، المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر أيضا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس الدكتور مائير مصري، حدثنا من القدس، شكرا جزيلا لكما. عشية اجتماع محكمة الدرجة الأولى في بروكسل بشأن المعاهدة البلجيكية الإيرانية حول تسليم المسجونين، أطلقت شخصيات دولية نداءات ملحة في اتجاه الحكومة البلجيكية من أجل التخلي عن المعاهدة، لأنها ستكون بحسب رأيهم بمثابة جواز السفر الذي سيمكن الدبلوماسي الإيراني من الخروج من سجنه في بلجيكا أسد الله أسدي، رغم ضلوعه في أكبر مخطط إرهابي فاشل دبرته إيران في أوروبا أحبطته أجهزة الأمن الأوروبية في نهاية يونيو 2018. شخصيات دولية مثل الرهينة الفرنسية السابقة في كولومبيا إنغريد بيتانكور والسيناتور الأمريكي السابق روبرت توريسيلي تطلق رسائل ملحة في اتجاه بلجيكا من أجل وقف المعاهدة المبرمة مع إيران حول تسليم المسجونين، لأن المعاهدة لن تحمي بلجيكا حسب رأيهم إذا أفرجت عن الدبلوماسية الإيرانية السجين لديها. المعاهدة ستكون بمثابة جواز السفر بالنسبة إلى جميع الإرهابيين الإيرانيين الذين سيأتون إلى بلجيكا، لأنهم يعلمون مسبقاً وجود معاهدة تسمح لهم العودة إلى بلادهم. إنغريد وروبير كانا ضمن آلاف الحاضرين الذين استهدفهم المخطط الإرهابي الفاشل في تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ضاحية فيليباند الباريسية في نهاية شهر يونيو العام 2018. بعض النقاشات جرت في واشنطن حول إمكانية أن تطلب الولايات المتحدة من بلجيكا تسليمها أسدي. مخططه الإرهابي لم يستهدف الفرنسيين فحسب، بل أيضا الأمريكيين والكنديين وغيرهم. النداءات الملحة في اتجاه الحكومة البلجيكية أطلقت عشية انعقاد محكمة الدرجة الأولى، حيث تنظر في الاعتراضات على المعاهدة البلجيكية الإيرانية. المعاهدة حظيت بمصادقة الأغلبية في البرلمان في منتصف شهر يوليو الماضي. هذه المعاهدة حظيت بالمصادقة بالوسائل الديمقراطية، لكن هذا لا يعني إنها القرار الصحيح. ننتظر الآن مراجعة المحكمة حيث ستنظر في جوانبها القانونية، وإذا أكدت المعاهدة أن بنود المعاهدة مطابقة للقانون فذلك يعني أنها قرار حكيم. المعاهدة البلجيكية الإيرانية علقت بصفة عاجلة بأمر من القضاء بمجرد مصادقة البرلمان عليها في يوليو الماضي، في انتظار أن تقول المحكمة كلمتها حيث تجتمع يوم الاثنين. نور الدين الفريد، الحدث، بروكسل. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا ميليشيات إيران في سوريا تختبئ. أهلا
بكم من جديد. نتابع من سوريا، حيث تتراجع تحركات الميليشيات المدعومة من إيران على الأراضي السورية بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة. هذا ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال أيضا إن تراجع تحركات الميليشيات جاء بعد تحذير روسي خشية استهدافات جوية قد تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة في سوريا. تلك الميليشيات أعادت نشر قواتها وقياداتها في مناطق أخرى أكثر أمنا بحسب المرصد، وتحديدا في منطقة غرب الفرات كالميادين والبوكمال ودير الزور، بالإضافة لحلب وريف دمشق الجنوبي والغربي وقرب الحدود مع لبنان. في هذا السياق، كان المرصد قد نشر في وقت سابق معلومات أشارت إلى أن قادة الميليشيات المدعومة من إيران أصدروا أوامر لعناصرهم بالتواري عن الأنظار في محافظة دير الزور، وأمروهم بعدم مغادرة مقراتهم إلا إذا اقتضت الضرورة، خوفا من عمليات اغتيال محتملة. هذه التطورات تأتي بعد نحو أسبوعين من استهداف إسرائيل مطار حلب الدولي ومحيطه، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص وتضرر مدرج المطار بشكل كبير وخروجه عن الخدمة. كذلك شهدت منطقة دير الزور اشتباكات بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية في أغسطس الماضي، فضلا عن الاستهدافات المتبادلة بين قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف شرقي سوريا وعناصر ميليشيات تتمركز في محيط المنطقة المعروفة ب55 بحسب المرصد. من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي إلى 9:10. إذن هناك إعاز للميليشيات الإيرانية العاملة في سوريا بأن تعيد الانتشار أو حتى تختبئ ولا تخرج من مقارها إلا عند الضرورة. هل أعطي لهم سقف زمني للحفاظ على ذلك؟ نعم. أم حتى إشعار آخر؟ حتى إشعار آخر. مساء الخير. الأمر حقيقة الأمر لا يشمل فقط دير الزور، يشمل أيضا ريف حلب الشرقي، يشمل ريف الرقة الجنوبي الشرقي والجنوبي، كل المناطق التي كانت ترفع فيها رايات ميليشيات إيران بشكل شبه كامل. نستطيع القول بالأماكن التي تمكن نشطاء المرصد من الوصول إليها باتت مختفية بشكل واضح، لا يوجد لا رايات حزب الله اللبناني التي كانت ترفرف في عدة مناطق، لا رايات ميليشيا أبو الفضل العباس والميليشيا الأخرى الموالية والفاطميون التي باتت في مرحلة من المراحل قوة إيران الضاربة داخل الأراضي السورية. الآن هذه الميليشيا تحاول رفع أعلام النظام على أساس أن هذه قوات النظام، على الرغم من أنهم لا يثقون بالنظام، لكن دعينا نقول بحواجز بعينها، حتى اللحظة لا يزال هناك 17 ضابطا وعنصرا بقوات النظام قيد الاعتقال، لا يزال هناك 14 عنصرا من قوات الدفاع الوطني التي كانت تعمل مع حزب الله قيد الاعتقال بتهم التعامل مع التحالف الدولي ومع إسرائيل وإعطاء أحداثيات لإسرائيل. اليوم يعني باتت قوات الموالية لإيران من الجنسية السورية تتعرض للاعتقال، مثل ما حدث أمس في الميادين واليوم قبل قليل في دير الزور. لم يعد هناك يعني محمية أو هناك درع حامي لقوات إيران في الأراضي السورية. اليوم نستطيع القول بشكل واضح بأن حزب الله أضعف من المرحلة السابقة. طيب، الثور الإيراني، ما تفاصيل التحذير الذي أتاهم من روسيا؟ نعم، يعني التحذير كان واضحا على ما يبدو، وصلت معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ما بأنهم إذا ما قمتم بعرض عسكري مثل ما كانت عليه الحال في صواريخ ريف دير الزور وتحديدا الضفة الغربية للفرات باتجاه
القواعد التحالف الدولي، سيكون الرد حاسما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون الضربة قاسية لكم بذات الشيء. كانت يعني الرسالة واضحة لهم في البادية السورية، ورسالة أخرى ايضا في ريف حلب الشرقي. يعني كنا طلبنا حقيقه الامر. طيب ولكن استاذ رامي، بس للاستضاح منك، يعني الضربات الاسرائيليه كانت تستهدف مواقعهم ومخازن الاسلحه، احيانا تكون تحت الارض وغير معلومه، هل فقط يعني عدم رفع الرايات وعدم الظهور الاختباء واعاده الانتشار كفيله بحمايتهم وحمايه مقراتهم في حال قرر الاسرائيليون ضربهم؟ يعني اليوم على سبيل المثال دعيني أذكر لك مثالا، في مدينة الميادين كان هناك مقر واضح في ما يعرف في أحد الشوارع الرئيسية في الميادين قرب النفوس، أيضا كان هناك مقر الإيرانيين، الآن باتوا مختفين في تلك المنطقة، بدلوا مقراتهم، لم يعودوا يعني كالأول. على يعني أحد الشبان في مدينة الميادين كان منزله مستولى عليه من قبل حزب الله اللبناني، أحد حجاج حزب الله اللبناني قام بتسليم المنزل له، وهو عبارة عن فيلا كانت لهذا الرجل وكان يدفع أجارها. لكن دعيني أقول لك أيضا، ليس الخوف فقط عند إيران وميليشيات إيران، عند شيوخ العشائر الذين يعملون مع إيران في دير الزور. كنا طلبنا عبر وسطاء أن نجري مقابلة مع أحد شيوخ العشائر من البقارة تحديدا، من أن يقوم بالتحدث عن أن المرصد كاذب ولا يوجد مخدرات في تلك المنطقة. قال لي لا، لا تحدث لا عن إيران ولا غير إيران، قد تنقلب الموازين بأي لحظة ونكون نحن الضحية. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري في بريطانيا. شكرا لك. فاصل قصير ونتابع من بعده ملفات 19. ابقوا برفقتنا. أحييكم من جديد. أكدت مصادر مطلعة للحدث عن مشاورات مرتقبة غدا السبت بين المجموعة الرباعية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا. المصادر قالت إن المناقشات بين الأطراف ستتطرق إلى عودة الحكم المدني وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية تحت حاضنة قوى التغيير. هذا وكان رئيس مجلس السيادة قد أعلن عدم استمرار المكون العسكري في حكم بقية الفترة الانتقالية. عقب اجتماع جرى الخميس بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حول استمرار مشاركة المؤسسة العسكرية في حكم الفترة الانتقالية، أكدت قلو التزامه بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي السوداني والتوجه لمهامها، مشيرا إلى الإقرار بشكل قاطع أن يتولى المدنيون اختيار رئيس مجلس السيادة ووزراء مدنيين، ومؤكدا تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية لاستكمال مهام الفترة الانتقالية. قلو ودعا الجميع إلى تغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية حفاظا على أمن واستقرار البلاد. من الخرطوم ينضم إلينا نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وأيضا من الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمرو شعبان. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك سيد نور الدين، إلى ما يمكن أن يتوصل هذا الاجتماع، أو ما الذي يمكن أن ينتج عن هذا الاجتماع المرتقب غدا بين المجموعة الرباعية وقوى الحرية والتغيير المجلس العسكري، والذي يحكى بأنه سيتطرق إلى الحكم المدني وتشكيل حكومة كفاءات
تكون نواتها من قوات من قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري؟ هو حتى الآن يعني لم نتلقى يعني دعوة رسمية من الرباعية الدولية لأي اجتماع، لكن إذا ما تلقينا مثل هذه دعوة في الساعات المقبلة فبالتأكيد سوف نكون حضورا، وسنكون حضورا عبر أجندتنا التي نلتزم بها منذ وقوع انقلاب 25 من أكتوبر. نحن بالنسبة لنا لدينا وصف واضح جدا للمشكلة الموجودة في السودان. عندما حدث في 25 من أكتوبر هو انقلاب، يجب استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي مرة أخرى عبر إنهاء وإسقاط هذا الانقلاب، وهذا طبعا لن يتم إلا عبر تشكيل حكومة مدنية خالصة لها كامل الصلاحيات، أن ترجع المؤسسة العسكرية إلى الثكنات، وأن تكون إحدى مؤسسات الدولة التي تأتمر بأمر السلطة التنفيذية المدنية، أن يستكمل ملف السلام. وهذا الاستكمال يجب أن يتم عبر بند مهم جدا للغاية، وهي أن تدمج كل الجيوش الموجودة الآن في السودان تحت مظلة جيش مهني واحد. تحت هذه العناوين سوف ندخل هذا الاجتماع متى ما تلقينا الدعوة الرسمية له. كذلك طبعا ما زالت لدينا تحفظات التي نتمسك بها تجاه ممثلي الأطراف الأخرى. نحن لا نرغب في إغراق المشهد بقوى سياسية ليست طرفا أصيلا في المشكلة. أطراف طيب سأعود معك إلى هذه الأطراف. سيد نور الدين، اسمح لي أن أستطلع رأي ضيفي سيد عمرو شعبان. كيف يعني ترون اجتماع يقرر سلفا قبل خوض التفاصيل بأنه سيتم يعني إقرار حكومة كفاءات تحت حاضنة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي؟ بداية تحية تجلى شهداء الثورة السودانية ثورة ديسمبر المجيدة، وخالص التعازي لأسر شهداء الانقلاب الأخير. حقيقة من المدهش في الأمر أن يستمر المكون العسكري والمكون الانقلابي منذ 4 يوليو يستمر في نفس ممارساته وفي نفس خطابه وفي نفس وصاياه ونفس تصحيحه للساحة السياسية وتقسيمها وترتيبها بالرغم من إعلانه خروجه من المشهد السياسي. الحديث عن أن قوى إعلان الحرية التغيير ستشكل حكومة مدنية ذات كفاءات أو غيره، أي اجتماعات تتحدث في الشأن السياسي من قبل المكون الانقلابي هو أمر لا يعني الشارع السوداني بتاتا، إذ أن تحدثوا أم لم يتحدثوا، وافقوا أم لم يوافقوا، فإن الخط الثوري الماضي في الشارع من لجان المقاومة وتنسيقياتها والأجسام الثورية بالإضافة للقوى الإعلان الحرية والتغيير بالإضافة للحزب الشيوعي السوداني، كل هذا الخندق أو هذا المعسكر بالتأكيد يرفض أي وصايا من المكون العسكري أو أي حديث عن تشكيل وترتيب المشهد السياسي، إذ أنه ليس معنيا به البتة. بالتالي هو أمر أو حديث لا تسوى قيمة، ليست لها ثقل، هي محاولات لمخاطبة ومغازلة الرأي العام في المجتمع الدولي والإقليمي بأنهم أكثر مرونة، أكثر انفتاحا، أكثر رجدا، أكثر نضجا، وهي ادعاءات بالتأكيد نتائجها نراها على الأرض من خلال الإفراط في استخدام الرصاص والزخيرة وإلى آخره، وما وصل إليه حال هذه البلاد. لا يوجد رجد ولا يوجد عقلانية ولا يوجد حتى حقية ولا مشروعية لمثل هذه الخطابات أو هذه الاجتماعات. أما بالنسبة لحديثك عن الرباعية ودعوتها وغيره، هنالك أزمة كبيرة يجب الانتباه لها. الرباعية طلبت الجلوس مع الحرية والتغيير، طلبت الجلوس مع أيا كان من أطراف المعادلة السياسية، يجب أن يكون بوضوح على هذه الأطراف، هي المجلس المركزي للحرية والتغيير الحكومة التي تم الانقلاب عليها، لجان المقاومة وتنسيقياتها، الأجسام الثورية المعنية بالإضافة للحزب الشيوعي السوداني، هؤلاء هم الأطراف الأصيلين في تغيير المشهد السياسي السوداني منذ ثورة ديسمبر المجيدة. دون ذلك أي طرف هو طرف ضيف، طرف طفيلي، طرف ليسوا معنيين بالحوار أو الجلوس معه. الحركات المسلحة كانت طرفا أصيلا داخل المجلس المركزي وداخل الحرية والتغيير، لكنها طالما فضلت أن تكون غطاء وتوفر غطاء سياسيا للانقلاب بعد 25 أكتوبر، هي ليست معنية بالجلوس ضمن اجتماعات الرباعية. وإذا جاملتها الحرية والتغيير تحت مسوق السلام وأهمية وهم يمثلون أطراف السلام، فهذا الأمر مردود على الحرية والتغيير بضرورة تغيير ممثلي هؤلاء الذين وفروا الغطاء
الغطاء السياسي للإنقلابيين بشخص آخرين. نحن مبدئيين تجاه السلام، أو في الحقيقة أنا على المستوى الشخصي مبدئ تجاه فكرة السلام وربط فكرة السلام بالانتقال المدني الديمقراطي في السودان، إذ أنه المعادلة هذه فرضت الحرية والتغيير بعد نجاح الثورة. لكن بالتأكيد هؤلاء لا يمثلون لا ملف للسلام، لا عملوا من أجل السلام، بل استثمروا في الانقلاب وسعوا من خلاله. دعني أنقل وجهة نظرك هذا وضرب الشارع السوداني الذي يرفض وجوده. سيد نور الدين، هذه القوى كما يقول السيد شعبان متهمة بأنها استثمرت بما يصفه بالانقلاب وبأنها توفر غطاء سياسيا للعسكريين، ولذلك يجب أن لا تكون طرفا أساسيا في أي نقاشات تدور. ما رأيكم بهذا الطرح؟ طبعا يعني للأسف الشديد يعني بعض قوى الكفاح المسلح التي يعني أتت إلى الحكومة الانتقالية بعيد اتفاق جوبا لسلام السودان يعني اتخذت موقفا خاطئا، أنا أقول بعضها طبعا ليس جميعها، اتخذت موقفا خاطئا عبر الوقوف في ضفة الانقلابيين. طبعا هذا الموقف لا يخدم أجندة التحول المدني الديمقراطي في السودان، لا يخدم طبعا ملف السلام هذا ولا حتى قضايا المناطق التي تعبر عنها قوى هذه القوى، يعني قوى الكفاح المسلح. على الرغم من ذلك نحن نأمل أن يتخذوا مواقف مغايرة، أن يصححوا تموضعهم في الساحة السياسية. أعتقد استمرارهم في هذا النهج لن يستفيد منه السودانيون، لن يستفيدوا منها أهالي المناطق أو الجماهير التي يقولون أنها تعبر عنهم. لا أعتقد أنه سيكون هناك استقرار في ظل حالة الانقلاب الحالية، وبالتالي كل القضايا التي يقولون أنهم ناضلوا من أجلها خلال السنوات الماضية هذه الجهود لن تثمر شيئا على أرض الواقع. والآن لدينا حصيلة 10 أشهر من انقلاب 25 أكتوبر، لم يحدث أي تقدم يذكر في ملف السلام والقضايا المرتبطة باتفاقية جوبا لسلام السودان. سيد عمرو، هل تعتقد سيد نور الدين يقول بأنه لا تقدم يحرز على ولا أي صعيد، هل تعتقد بأن الاجتماعات المرتقبة غدا يمكن أن تحدث خرقا في جدار هذه الأزمة التي تراوح مكانها رغم كل المحاولات والمساعي و يعني خرائط الطريق التي توضع ويعني حتى المبادرات التي تطرح من الخارج؟ دعينا نقلب السؤال أو نأتي للإجابة من بشكل عكسي. أي اختراق في الساحة السياسية طالما لم يكن مستندا ومرتكزا ومنطلقا من القواعد نحو القمة لن يحدث أي اختراق، بمعنى ما لم يكون هذه نتائج هذه الاجتماعات منطلقة من رؤى وطروحات وشعارات قوى الثورة ولجان المقاومة والقوى الثورية في الأحزاب السياسية في قوى على حرية التغيير والحزب الشيوعي السوداني، طالما لم تأتي هذه الرؤية من 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 من, من هذا العمق وبالتالي وصلت لتطرح أمام في الاجتماعات الأممية أيا كانت في الرباعيات في المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، إذا ما تم حقق هذا الالتفاف حوله ولم تأتي بهذا العمق فإنها لن تحقق أي نوع من الاختراق. الأهم من ذلك هذه الوضعية وهذه الرؤى وهذه الطروحات حال حققت الالتفاف فيجب استصحاب أنها يجب أن تأتي في المقام الأول قبل هيكلة الدولة السودانية ولا اسمها أو اللون علمها أو نشيدها الوطني حق الشهداء الذين استشهدوا من الجناة ومن الانقلابيين الذين تسببوا في ذلك، تسليم مجرمي النظام البائد للمحكمة الجنائية الدولية، هذه هي فاتحات الشهية وهي الضمانات الحقيقية للمضي قدما في أي تفاوض في أي حوار في أي روشتة يمكن من خلال تحقيق اختراق، تسليم الممتلكات والأصول والأموال للمؤسسات العسكرية والأمنية لولاية وزارة المالية، هذه اشتراطات جوهرية. نعم. من ثم يمكن النظر للساحة السياسية في إطار حل الأزمة وإنتاج التسوية. شكرا لك عمرو شعبان الكاتب الصحفي، كنت معنا من الخرطوم. كما أشكر أيضا نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، كنتما معي من الخرطوم، شكرا جزيلا لكما. وفي ختام 19 تذكير بعناوينها: نيويورك تايمز تكشف عن تدهور صحة خامنئي ومقربون من المرشد يؤكدون أنه تحت المراقبة الطبية.
سبحة الاقتحامات للبنوك تكر، المصارف تعلن الإقفال، المودعون يعلنون الحرب، والداخلية ستتصدى. في 19 بحثنا هذا الملف مع جمعية المصارف وجمعية المودعين، وحوار خاص كان لنا مع وزير الداخلية. مصادر الحدث تكشف عن مساع متواصلة للتقريب بين الصدريين والإطار، وإيران تحاول منع تجدد المواجهات خوفا على مصالحها. ضمن خاص الحدث نفتح ملف الاتفاق النووي داخل أروقة البيت الأبيض، واشنطن تبحث خيارات ما بعد الفشل، وبايدن يؤكد عدم التنازل لإيران. المرصد السوري يكشف تراجع تحركات الميليشيات الإيرانية في سوريا خوفا من ضربات إسرائيلية أو أمريكية. الرباعية تقدم مفتاح الحل، انفراجة في السودان عبر الحرية والتغيير لاختيار رئيس حكومة من الكفاءات غير الحزبية. وبهذا نأتي إلى ختام ساعتي 19. الزميل سعد الدين حسن يلقاكم بعد دقائق.